صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الجمعة 3 حزيران. رياح الامتحانات الرسمية لشهادة البروفي تحولت لنسمة عليلة أراحت الطلاب والأهالي. مهرجان الربيع بجامعة الـ LIU احتفالية غنية بالألوان واللوحات الراقصة، بالإضافة إلى محطة من الزمن الجميل مع مريم الحاج وغيرها من التقارير. أما ضيفنا لليوم فهو المحامي خالد طقوش، مسؤول دائرة الأعلام بجمعية الإرشاد والإصلاح، لنحكي معه عن نشاطات الجمعية طيلة شهر رمضان المبارك. إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا أستاذ محمد كنش. صباح الخير. صباح النور. يا كيفك؟ هلا. ماشي الحال الحمد لله. تفضل. يعني اليوم نهاية الأسبوع، الجمعة سبت أحد، كيف رح يكمل بالويك أند؟ هلا إجمالا في عنا كتل هوائية حارة عم تأثر على الحوض الشرقي المتوسط، حتنحسر اعتبارا من صباح نهار الأحد. طقسنا اليوم قليل الغيوم، إجمالا عندنا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. بكرة مكفي قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة، عندنا ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بكرة بتكون فوق معدلات الموسمية إجمالا. وممكن يعني ينشط الهواء شوي، توصل سرعته بالأربعين كيلومتر تقريبا. رح يكون شوب، بس رح يكون في هواء كمان، في ما هوا. كتير رح نحس بالشوب. يعني إجمالا ما بنحس بالشوب لأن الرطوبة كمان عم تكون منخفضة، يعني عم تكون الرطوبة بكرة بين 35 و65%. اليوم الرطوبة قديه؟ تقريبا بنفس المعدل، يعني بين 40 و65 ل70%. الأحد بنشهد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات. هلا بالنسبة لدرجات الحرارة، درجات الحرارة لليوم بالمناطق الساحلية حتكون بين 18 و32 درجة، فوق الجبال من 15 ل30 درجة، بالمناطق الداخلية من 17 ل34 درجة. السبت كمان بترجع بترتفع، يعني ممكن توصل على الساحل بال 35 درجة، بين بترتفع منيح. صحيح. أوكي. بين 21 و35 درجة، وبالمناطق الجبلية بين 20 و32 درجة، وبالداخل من 20 ل37 درجة. والأحد وقتها تنخفض؟ الأحد بس تنخفض، بدها تنخفض تقريبا بال6 درجات، يعني بيرجع مثل اليوم، يعني تقريبا بيرجع. صحيح. صحيح صحيح. بنرجع بنرجع لحرارات اليوم. نعم. على كل حال نحن بكره بنرجع بناخذ تفاصيل اكثر عن طقس كم يوم جايين باتصال جديد معكم. لا نتشكرك على هالتفاصيل. جوال صباح الخير. مرحبا جوال، من حي المشاهدين اللي عم بيتابعونا، وبنعمل جوله على ابرز عناوين الصحف. اليوم الجمعة 3 حزيران ونبدأ مثل العادة مع عناوين النهار. تهديدات أمنية تسابق سجالات الطبقة السياسية. المشنوق ترشيح فرنجي لاستيعاب حزب الله. 40 نائبا في الجلسة 40 لانتخاب رئيس ولا رئيس. الحكومة غرقت في سد جنة وهي لا تعرف السباحة. أما بالصورة الرئيسية وبعيدا عن السياسة، الفائزين بجائزة سمير قصير السنوية للصحافة. ضمن أسرار الآلهة في النهار، يعتقد رئيس حكومة سابق أن عهد الرئيس العتيد للبنان سيكون عهد تنفيذ القرارين 1559 و1701 بعد تسلم السفير السابق جيفري فيلتمان ملف متابعتهما في الأمم المتحدة. قال وزير: يبدو أن الرئيس بري عازم على عدم حل مشكلة أمن الدولة، وقد بعث برسالة قبل مدة عبر الإعلام في هذا الشأن. لوحظ أن معظم الأحزاب يدعي أنه حقق مكاسب في الانتخابات البلدية ولا يشير إلى جهة خاسرة. جرى اتفاق ضمني بين رئيس حزب ووزراء على ترشيح أحد المقربين من الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى منصب إعلامي، ومفاجأة الوزراء بطرح التسمية من خارج جدول الأعمال. وبختم النهار بالافتتاحية بقلم مروان سكندر ومقال بعنوان النظام المالي الدولي وأسعار النفط. إلى عناوين صحيفة السفير: خليتا عكار وصيدا، منفذ بحري أو منفذ بحري وأهداف مسيحية وعسكرية، رمضان أمني استثنائي والتدابير تشمل اليونيفل. المستقبل يدرس نتائج طرابلس لا تحدد أحجاما سياسية. لبنان يحرج واشنطن نفطيا. نقابة الصحفيين المصريين أزمة متجددة. أوباك ترحل خلافاتها إلى الخريف، لا سقف للإنتاج.
الجيش السوري يتقدم سباق نحو الرقة، غطاء جوي روسي يزاحم الدعم الأمريكي للأكراد. وبعنوان أخير في السفير، مؤتمر باريس ينطلق اليوم، أمريكا تفرض إيقاعها. إلى عناوين المستقبل، سد جني يغرق في التقارير والاتهامات، خلية داعشية جديدة في قبضة الجيش. سمير قصير، الحفاظ على الدولة، وبالصورة الرئيسية التابعة للعنوان نفسه، الصحفية جدال خوري عم تلقي كلمتها خلال توزيع جائزة سمير قصير للصحافة. في عناوين أخرى في المستقبل، مجزرة في حلب بقصف جوي وصاروخي أسدي. الجبوري، الحشد ارتكب انتهاكات في الفلوجة. الروس يحملون إيران مسؤولية عرقلة الملف الرئاسي. الحريري الثانية تخرج طلابها برعاية نازك رفيق الحريري. مؤتمر الإغاثة، إعادة إعمار سوريا أم إعادة تأهيلها أولا. النواب الألمان يعترفون بإبادة الأرمن. وبالأخبار الرياضية، الرياضي للتتويج 4-2 والحكم للتعديل 3-3 الليلة في غزير. وبختم بقلم أسعد حيدر ومقال اليوم بعنوان إيران ربح يضمن الخسارة مستقبلا. من المستقبل إلى الأنوار، الجيش يداهم خلية لداعش، ووزير الداخلية يحذر من الخطر الإرهابي. مصر تتسلم حاملة الهليكوبتر جمال عبد الناصر. 40 نائبا في الجلسة 40 لانتخاب الرئيس. تفجير انتحاري أمام مسجد في اللاذقية أوقع قتلى وجرحى. وبقلم المحلل السياسي، نهاد المشنوق، الثلاثي الأبعاد في النيابة والوزارة والصحافة. حالة طوارئ في فرنسا وإجلاء الألوف بسبب الفيضانات. بريطانيا تصدر نقودا بلاستيكية. بالأخبار الاقتصادية وبختم مع مقالة رفيق خوري، أي وظيفة فعلية لحراسة الشغور الرئاسي. من الأنوار إلى اللواء، وفي عناوين، جدل مائي في مجلس الوزراء وأزمة الرئاسة تهدد مكاسب البلديات. المشنوق، تصحيح خلل طرابلس عبر القضاء، والجيش يجهض خلية لداعش في خربة داود. جدال روسي غربي في مجلس الأمن حول إلقاء المساعدات جوا. الأكراد على بعد 10 كيلومترات من منبح. ومجزرة للنظام في أحياء حلب. افتتاح اجتماع باريس اليوم وسط موقف عربي موحد. تل أبيب تنعى المبادرة الفرنسية وواشنطن غير متحمسة. تقرير الخارجية الأمريكية، إيران تدعم الإرهاب وحزب الله، وكوبا خارج اللائحة. ألمانيا تعترف بالإبادة الأرمنية، وتركيا تستدعي سفيرها احتجاجا. وبختم بقلم نادين سلام ومقال اليوم في اللواء بعنوان حلفاء برسم الانتخابات. منتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الحياة اللي كان لازم نقريها قبل، بعتذر. وبعناوين، عودة انتحارية إلى اللاذقية، قذائف قرب القرداحة، وتعثر خطط دولية لإسقاط المساعدات جوا. غضب تركي بعد اعتبار ألمانيا مجازر الأرمن إبادة. اليمن خسر 4 بلايين دولار منذ سيطر الحوثيين على صنعاء. النفط يتراجع بعد اجتماع أوبك. طهران ترفض الانسحاب من العراق. وختاما، عنود تروي قصة الموصل والرشاوى لتهريب النساء إلى إربيل. جولتنا منتبعها مع عناوين الحياة، مع عناوين البلد عفوا، بعنوان الرئيسي، تحرك مستقبلي لاحتواء تداعيات انتخابات طرابلس. النيات تطفئ شمعتها الأولى، فما هي ثمارها المقبلة؟ علويو طرابلس يهادنون على أمل الوعد الوطني. انفجار يهز اللاذقية والعين الدولية على منبح. ألمانيا تعترف بالإبادة وتركيا تندد. وختاما بالأخبار الرياضية، الرياضي يقترب من لقب بطولة السلة. نوصل إلى صحف باللغات الأجنبية بترجمة للديلي ستار، ترشيح فرنجي للرئاسة اقتراح بريطاني. المشنوق يصرح، الحريري دعم الاقتراح بعد دعم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. مصادر، اليونيفيل تحذر من تهديدات إرهابية في الجنوب. وختاما، كلينتون، وصول ترامب للرئاسة سيعرض أمريكا للخطر. بيلوريان لجور، وبترجم العناوين أيضا، مجلس الوزراء في مياه جني من دون عوامة. متحف الأيوبي يحتفل بمرور 5 عقود من الحفريات. شجاعة سوريين ومصري تمت مكافأتهم.
ومننتقل من صحيفة لوريان لوجور مع صحيفة الشرق، وفي عناوينها هنأ أشرف ريفي ونصحه بالابتعاد عن الاستشهاد بالأموات، المشنوق ترشيح فرنجية أتى من بريطانيا وأمريكا وليس من الحريري. 40 نائبا حضروا رئاسية 40 فرحلت إلى 23 الجاري. مفتي السعودية تحويل الحج عن مجراه جريمة. بقلم عون الكعكي مناقشة هادئة مع الدكتور سمير جعجع. الجيش يذهم خليات داعشية في خربة داود العقارية. المحكمة الدولية تنتظر حصر إرث بدر الدين. وبالأخبار الرياضية نهائي سلة لبنان، الرياضي 3 الحكم 2، وختاما قتلى بتفجير في اللاذقية وصاروخان على القرداحة. إلى عناوين الشرق الأوسط، خريطة طريق تفصيلية لتحقيق الرؤية السعودية، شددت على الدقة والمحاسبة وحددت مستويات تطوير الاستراتيجيات. علماء ألمان توصلوا إلى علاج يحفز الجهاز المناعي على مهاجمة الأورام، اكتشاف علمي يبشر بتطوير لقاح لكل السرطانات. CIA كشفت أن المرشد الإيراني السابق قايد الأمريكيين بالنفط مقابل الثورة، وثائق الخميني تواصل سرا مع كينيدي وكارتر لدعمه. الزياني يحث الانقلابيين على القبول بتسوية في مشاورات الكويت. وفد الشرعية يقدم خريطة للحل في اليمن وقائمة بمرتكبي الجرائم. بعنوان أخير، وزير الطاقة السعودي أكد قوة الطلب وشدد على تحسن الأسعار بعد عودة التوازن للسوق. اجتماع أوبك أبقى على الانتاج وأقر باركيندو أمينا جديدا. جولتنا بنختمها مع عناوين صحيفة الجمهورية يلي كتبت اليوم: فشل رئاسي وحكومي ونيابي، داعش تتعثر في مخيم عين الحلوة، ألمانيا تعتبر المجازر الأرمنية إبادة جماعية، فاريبيوف قال للجمهورية الدولة الكردية كيان عبري جديد. وبالأخبار الرياضية، الولايات المتحدة تفتتح بطولة كوبا أمريكا. وبختم مع صورة رئيسية اللي حملت عنوان 40 نائبا في الجلسة 40. ومع صورة من الجمهورية ممكن وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف يلي صدرت اليوم ببيروت. بريك أول ومنرجع منتابع من بعده. بجولة على أبرز المواعيد يلي رح نكون على موعد معها، وبأمسية أتت بدعوة من مسرح المدينة وجامعة الكبار بالجامعة الأمريكية ببيروت، بقدموا الفنانة تراس حواط بالاشتراك مع الفنان سامي حواط وفرقة الرحالة بأمسية طربية يوم الأربعاء 22 حزيران الساعة 9:30 المساء على خشبة مسرح المدينة بالحمرة. الله بدمع الغمام الله لما شجع تحية للفنانة تراس حواط اللي هلأ عم بتتابعنا وبتابع مع نشاطات رمضانية رح تشهدها وسط بيروت قبل حلول الشهر المبارك وخلاله، ومن بين نشاط فانوسي من تنظيم بلدية بيروت للسنة الرابعة على التوالي. واليوم موعد الساعة 3 الظهر مع افتتاح مسيرة رمضانية لمجموعة من الأطفال بأزياء شرقية مع الأناشيد بنشاط يومي مستمر لغاية 5 الشهر الساعة 4:30 بعد الظهر. ضوي 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 يا فانوس، I feel inside.
شمسية صوفية رمضانية مع الشيخ أحمد الحويلي بعشرة الشهر الساعة 9 المساء على خشبة مسرح بيير أبو خاطر الجامعة اليسوعية. طف بكفين وأخرى وحدها طف، كفان معناهما الأكوان تلتف، هاتان وحي وآيات وآخرة وأنبياء على الأعجاز تصطف، يزاحمان لمعنى صد أجوبة. بعد ما تم تأجيل كابريولي فيلم فاستيفال هالأسبوع، اليوم بيتم افتتاح الحدث السنوي بالدورة الثامنة مع عروض لأفلام على درج الجميزة، والمهرجان مستمر ليوم الأحد. بكرة بتوقع الفنانة أمال توم بألبومها الدين الجديد يلي بيحمل عنوان إذا صلينا، برعاية الساقفة أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر بجامعة AUCE بالبوشرية الساعة 6 المساء. شريكة شريكة أنت بالفداء، شفيعة لنا يا أمنا باليسر. مدينة جبال وكما عودتنا بتشهد دائما على نشاطات مختلفة. مبارح بدأ مهرجان المبيد بالأبيض والزهري ورح يستمر لبكرة. اليوم موعد مع الفن والموسيقى، مع الفيولون، مع الموسيقى برنار ومريال مانتورا وألعاب نارية، والنشاطات بتبدأ من الساعة 7:30 المساء. ضمن المواعيد المتتالية يلي بتقدمها الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، موعد جديد لها اليوم الساعة 8:30 المساء بكنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين. بعد شهرين تقريبا من نوم الغزلان بتعود مرة جديدة المخرجة لينا أبيض لتقدم عمل بتابع مسرحيتها هيدا مش فيلم مصري، يلي سبق وعرضت معاناة المرأة المعنفة من خلاله. قصص جداد وحالات لنساء معنفات التقت فيهم المخرجة وبتعرضهم بمسرحية تحت عنوان بس أنا بحبك على خشبة مسرح مونو كل يوم الساعة 7 المساء. استسلمت. انه شو بدي اتحكم بالطقس؟ انا بقول انه من اول اهانة كان لازم فل. مع ختام السنة الدراسية بتنظم جامعة بيروت العربية امسية فنية مع الفنانة ماجدة الرومي بأربع الشهر الساعة 8:30 المساء. منك
قبل ما ارجع انتقل لعند جوال لحتى نشوف حركه السير، بدي اذكر بموعد ثابت كل نهار جمعه على اذاعه الشرق الساعه 8:30 مع المجازين السياسي، وضيوف المجازين السياسي اليوم الوزير السابق روجيه ديب، خبير التواصل الاعلامي والسياسي موفق حرب، الخبير الاستراتيجي رياض قهوجي، والخبير الدبلوماسي خليل فليحان، وايضا مديره مكتب الحياه بباريس الاعلاميه رندا تقي الدين. جوال بنرجع لعندك. المعاون خضر بزدي معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير ليعطينا فكرة أكثر عن أحوال الطرقات. صباحا، مرحبا. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال، تفضل. اوكي، بالنسبة لحركة السير مبدئيا حركة سير صباحية كالمعتاد، الحمد لله ما عندنا أي مشاكل على الطريق. نعم، المدخل الشمالي عم بيكون عندنا كثيفي من جوني باتجاه سربة على نهر الكلب، حركة سير طبيعية الطيلة. يبدأ ضغط السير من مقابل الليمول النقاش باتجاه جل الديب وصولا حتى الكارنتينا، يعني من الدورة للكارنتينا حركة السير عم تكون ناشطة، ما في عندنا مشاكل. نعم، المدخل الجنوبي كمان كثيفي من الخلدي باتجاه أنفاق المطار كذلك باتجاه الوزاعي. عندنا حركة سير كثيفي هلا عم نفد عنا على خط الشويفات باتجاه الحدث وصولا حتى جاليريسي معان الفرن الشباك بالاتجاهين مبدئيا، يعني حركة سير كمان ما عندنا أي مشاكل على الطريق. نعم، المدخل اللي بقى عم بيكون عندنا ناشطة من علي بحمدون باتجاه السيد، لتكون كثيفي جدا من السيد باتجاه أوتوستراد رئيس لحود حتى مقابل سيتي سنتر بسبب الأشغال تغيير الفواصل الحديدية هناك بالمكان. من نعم، بعدها باتجاه بيروت بتكون حركة سير طبيعية. داخل بيروت عم بيكون عندنا كثيف من المدينة الرياضية جسر الكولا حتى نفق سليم السلام الوسط التجاري. أوكي. من برج المر باتجاه الحمرة كمان عندنا حركة سير كثيفة. الوجهة البحرية لبيروت الروشي عين مريس المنارة حركة سير ناشطة دون توقف. بوليفار سن الفيل باتجاه السلوم الحايك حسن حركة سير ناشطة دون أي مشاكل. هيدي بالنسبة عنا كمان خط الأشرفية، يعني خط تباريس مرنولة حتى جسر رينج حركة سير طبيعية. نعم، بربير المتحف العدلية حتى جسر الفيات الكارنتينا حركة سير ناشطة دون أي توقف. هيدي بالنسبة لحركة السير. بالنسبة لحوادث السير اللي صارت خلال 24 ساعة عنا 8 حوادث نتج عنهم قتيل و13 جريح، وهذا نعم، كمان القتيل مثل امبارح للأسف الشديد، وهذا اللي على طول نحن وياكم عم نضلنا نشدد عليه ان حوادث الصدم. صدم، يعني امبارح كان عندنا حادثين صدم واليوم حادث صدم نتج عنهم قتلى، فبنتمنى نضلنا نكرر حادث. يعني حوادث الصدم صاروا عم بيكونوا مثل حوادث سير بالسيارات. نعم نعم، يعني تقريبا نفس النسبة. يعني فينا نقول انه النسبة اللي خلينا نعطي نحن انه خلينا نحط الحق على المشيط، انه ولا هالوعي اللي يكون عندنا وعي تام 100% اكثر الحوادث انه نستعمل جسور المشاط. يعني عم بيكون قريبة من جسر المشاط احيانا او تحته. احيانا بيكون عندنا صور موثقة تحت جسر المشاط. للاسف يعني عن جد ما عندنا الوعي الكافي، واحد يربح حياته اذا بيستعمل جسر، او الاهل بيتركوا اطفالهم يلعبوا مثلا حد الطرقات. ونتمنى كمان اللي بيشتغلوا على بالليالي، يعني العمال الليليين على الطرقات استعمال السترة الفوسفورية عشان كمان يكون مبينين ليلا ليقدروا السيارات والسائقين يشوفون. صح، بالمخالفات الرادار طلع عنا 770 محضر ضبط سرعة. نعم، شكرا لك المعاون خضر بزي، يعطيك العافية. أكيد بنحكيكم بكرة. نحن بنتوقف مع بريك جديد وبنرجع من بعده. صباح الخير. نسبة أكثر ومختلط، ورجعت حليمة لعادتها القديمة. البحث عن قانون عصري مهمة منا صعبة، فتجارب الدول الصديقة غنية بالقوانين، ولكل مفهوم القانون الحديث والأصدق تمثيلا مختلف بلبنان. فالكل عم بجرب يفصل القانون على قياسه، وبتقسيم المناطق منشيل من ميلة ومنحط بتاني ميلة. بلعبة تقاسم الحصص ممنوع يزعل حدا، نايب بالزايد أو بالناقص مش مشكلة، المهم في زيعة السلم الأهلي وسلامة أمراء الطوائف. وليكمل الثوب الانتخابي، لينا ويا لينا إبري وخيط عيرينا. رياح، الامتحانات الرسمية لشهادة البروفي مرت على خير وتحولت لنسمة عليلة أراحة الطلاب والأهالي. أعلن وزير أبو صعب عن هيكلية جديدة للامتحانات كادت انه تخلق بلبلة، ولكن وزير التربية صديق الطلبة طمنهم ووعد بامتحانات سهلة نسبيا.
بيبقى الاستحقاق الأبرز بالتصحيح وإصدار النتائج. كاميرا أخبار الصباح جالت على بعض مراكز الامتحانات شهادة البروفي بين الأهالي والطلاب. تقرير للزميلة رولا أمين الدين. بتفوتي على الصف الاسامي محطوطين، ما بيحكوا معك الاساتذه، بتقعدي وعلى القد يعني 8 ونص دقيقه بيوزعوا الفحوصات وكل شيء. لا ما كان في عجقه، كان في مخففين الناس بالصف وهيك كثير. غير انا بنتي مقدمه من 3 سنين، الفرق شاسع بين الاثنين. انا هلا اولاد الاثنين عم بيقدموا، طب مرتاحين؟ ما بتطولوا بالتصحيح ولا نعرف النتائج دغري اذا حننجح او لا. ما تلغوا امتحانات الرسميه، ما تلغوا. انطلقت الامتحانات الرسمية بعد ما شهدت بالسنوات الماضية مد وجزر، انطلقت بدون إعطاء إفادات، دون تأجيل وبحالة طبيعية، مكنت الطالب من الحضور بأجواء هادئة ليفرغ حصاد العام بأربع أيام امتحانات. فبعد المؤتمر الصحفي اللي عقده وزير التربية الياس بوصعب حول الإجراءات الجديدة المتبعة للشهادة الرسمية واللي أقلقت الطلاب، كيف كانت أجواء المرشحين للشهادة المتوسطة البروفي؟ توترنا شوي بس أول ما جينا أول يوم ماشي امتحانات عادي. جو درس كان جو امتحان. تلاميذي كتير توتري وخافوا كتير، قالوا لهم نحن قد ما عمل الوزير اللي دارس بده يكتب. ما كانوا كتير صعبين بس كانوا أكتر شيء طوال، بقى كان لازم نسرع. طويل شوي كان المات، كان كتير طويل بس أنه هين. المراقبين ضبطوا الوضع ونحن متكلين على درسنا، ضابطين الصف بس ما كانوا يخلونا عم نحس انه كثير غريب الوضع عنا. يعني كثير كثير متشددين السنه بالمراقبه وهيدا نحن بدنا اياه. انه كانوا قاسيين شوي يعني، نسالهم ما جاوبونا وهيك. صاحبي حدي قال لي اذا فيني ساعده او شيء، هيك حطيت ورده حده ما بعرف اذا قدر يشوف او لا. انا صرت نقل مثلا، قال لي في من اول الصف شو هي هاي، قال له مفعول فيه هاي مثلا. نقلنا عرب. الف باء وبوبايه قلم رصاص ومحايه، انا برطب على اللوح وانتو بتقروا وراي. الخطه الموضوعه من قبل وزاره التربيه والتنظيم والدقه والسعي الى تخفيف محاولات الغش وليس تصعيب الامتحانات، امر اراح الطلاب وخفف من حدة التوتر والخوف بساعات منضبطة داخل الصفوف. أما عن النتائج ففكرة إرسالها عبر رسائل SMS قد سهل الأمر على الأهل والطلاب. أنا هيدي مضايقتني إنه يمكن الولد يكون ساقط وتطلع على تليفونه ما. لا فكرة كتير حلوة، يعني كل مسابقة الولد بياخدها شوي شوي النتيجة، بيعرف شو عامل بكل مسابقة. بتفتحي على الانترنت ضغط بده يكون، تكوني انت موترة بدك تعرفي النتيجة. هلا كنت ببيتي وعلى الانترنت، صار لي ساعتين بحاول افتح على الانترنت ما قدرت افتح. ايه خلص من ضروري نتعذب، دغري بيوصلونا وبنكون قاعدين على نار يعني. ناجح يرفع ايده، اهدي في عز وعينه، ناجح يرفع ايده، اهدي في عز وعينه، ويقول ونقول نجحنا على طول، ونجحنا يكون دايما على طول، دايما على طول، دايما على طول. منتابع حلقتنا. ولسنة 13 أقامت جمعية متخرجي علوم الكمبيوتر بالجامعة الأمريكية ببيروت حفل عشاها السنوي، مناسبة بتجمع خريجي الجامعة يلي وصلوا لأعلى المناصب وليتشاركوا تجربتهم مع الطلاب الحاليين. تقرير. بعد سنوات على تخرجهم من الجامعة الأمريكية ببيروت بعودوا طلاب قسم علوم الكمبيوتر إلى حرم الجامعة حاملين أخبار وخبرات اللي بيتبادلوها مع طلاب القسم الحالي، وذلك ضمن حفل عشاء كإعادة لقاء للطلاب المتخرجين لنالوا الشهادة وتبوأوا أعلى المناصب بمختلف بلاد العالم.
معظم الموجودين صاروا سي اي اوز ومدراء فبيساعدوا منهم الطلاب اللي عم يتخرجوا من عنا وبهيئوهم اكثر للعمل بالكمبيوتر ساينس. الالومناي سوسايتي هي تو بيلد ا نتورك للخريجين نتفاعل معه وتتفاعل معنا وهوبفولي لتحسن البروفيشن يعني بالبلد يعني كمان. هذا الشيء بيخلي هالاختصاص يزدهر اكثر ويصير في تعاون بين الخريجين، يمكن لبعدين نقدر ناسس نقابه للكمبيوتر ساينس بلبنان مثل ما في نقابه للهندسه ونقابه الاطباء. انا جيت على لبنان السنه بعد فتره طويله كنت عايشه برات لبنان، كثير قصص تغيرت بس رجعت اكيد رجعت حسيت حالي هوم سويت هوم. هيدا احلى شغله اليوم انه في ناس من وقتها ما تخرجنا ما شفناه هون وهلا عم نرجع نشوفهم، الناس بعدها مثل ما هي، ناس تغيرت، ناس صار عندها اولاد، ناس صار عندها شرك، فهيدا كثير 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 حلوه. حفلت زمن مع العيد 150 للجامعة الأمريكية ببيروت ومرور 30 سنة على إطلاق برنامج علوم الكمبيوتر نظم للسنة 13 على التوالي من قبل جمعية متخرجي علوم الكمبيوتر بالجامعة اللي بتضم 1500 خريج. وبنهاية الحفل تم تقديم دروع تكريمية للطلاب الحاليين المتفوقين بالقسم وللمتخرجين اللي وصلوا لأعلى المناصب. انه في الخريجين الموجودين وفي التلاميذ يلي عم بيتخرجوا رح يقعدوا معهم حتى لو ما بيعرفون رح يختلطوا فيهم، اذا بدهم شغل في مجال واحد يقدر يدبر شغل، اذا كان في من نيو انوفيشنز بهيدا الفيلد. بعد عندي سنه لاتخرج بس لما اشوف عالم اوريدي تخرجوا ورجعوا لهون بيكون عندي الحشريه اعرف وين وصلوا اي سبوت وصلوا لهم، انه لما انطلقوا قد ايه فتح ابواب لهم وقد ايه الجامعه فدتهم وهيك. انا بدي اعرف من هيدي الناس كيف ممكن شق الطريقة اللي بدي ارجع اطلع فيها بعدين، او اي افضل، او اذا شيء في شيء لازم اعمله قبل الثاني، شيء من هالنوع. بيستفيدوا كثير من السوشيال لايف، الحياة الاجتماعية اللي فينا نعطيهم اياها، بالخبرتنا اللي عنا اياها، بالخريجين اللي هن 1500 خريج كمبيوتر ساينس بالعالم صار عنا ومناصبهم كثير عالية، ومنهم الدكتورة اليوم دينا كتبي اللي جاية كمان من امريكا واللي استقبلها الرئيس اوباما سنة الماضي. انا اكيد انه هيدا الدومين بالذات بفتكر في كتير مشاكل بلبنان ممكن التكنولوجي تساهم كتير بأنه بيحلها، وممكن كمان هيدا القطاع كتير يساهم يخلق فرص عمل. من الفقرات يلي كتار بتابعوها فقرة كلمة اليوم، نتوقف مع تقرير من بعد بريك ومنرجع. ما في عندي لا كهرباء ولا ماي، ما عندي إلا أنت، شو بدي أعمل؟ قولي لي شو بعمل؟ لمين بحكي؟ يتيمة الأم، يتيمة الأب، يتيمة الأم، يتيمة الأب، يتيمة الفرشة، أبو فؤاد 3-1. عرفتي كيف؟ أنت كتير كتير شاطرة، إن شاء الله يا رب. ما إجت الكهرباء والماي خلاص، بنصير منيح. ما في، ما بعرف ليه، بركي لأني ما حلوة، لو حلوة كان بيجيبوا لي الكهرباء، ما حلوة، لحبيبكي. لو مش حلوة والله بعرفها من 50 سنة بعدها صبية بس عرضت عليها ما أخذتني. ليش ما تجوزتي؟ بعدني صغيرة لا يطلعوا سنانه بعد ما طلعوا. إيه كنت شقورة عرقورة فرفورة نمورة كركورة. شو هالتعب الحلوين؟ هذا أنت عينيك الحلوة. أنا مزوقة ما بحب أشياء هيك، بحب أشياء هيك الجرافيت. وي هذه جرافيت حبوب ذهب. وي ولك انت ذهب وشعري ذهب، هي ذهب وشعرها ذهب، انا بموت اذا ما بتاخذني، بموت حبيبه قلبي. هيدا اتمنى من الله مرتي تشوفني. لا وين موضه لك انت؟ قد وضوئي هلا موضه.
تعال قال لك تعال طلبتها من شيء من خمس من غاروا انتوا غار ها يا عمي بيشوفون العالم بخدوني قاعده نو احسن لي باكل وبنام مرتاحه اوكي بدي اغسل بدي اقضي بدي شيل بدي حاط بهيك برقص وبغني لحالي اذا هلا انت ما بتقبلي فيي بدي اعرضها على التليفون على كل العالم على الوسط انا لو بدي اقبل كنت قبلت من زمان ما هلا ما لما تقبعوا اسناني طيب بدي اياه طيب. خليني قال شو بيقول المثل ما تاكل اكل من دون ما بدك اياه ولا تنام سلطه ايوه خليني عجبه حتى ما حدا يقول لي اعملي تركي شيء ما بحب حدا يتأمر علي بحب أني أتأمر لحدا يتأمر علي نام خفيف وقوم لطيف بإذن الله خليني شوفك دايما لأنك حلوة وناعمة ولطيفة وأني اسمي عبد اللطيف أبيض ونظيف بيطلح الباسه بنام خفيف أنا نانا الحلوة نانا عم يطلع أسنانا نادية ساعاتي بيروتية عمرها 250 سنة صبوحة كركورة أرقورة فرفورة نمورة جيب المجوز يا عبود ورقص أم عيون السود خلي الشحرورة الصبوحة تغني وتهز البارود بعرف أرقص وغنى يلا باي كلمة اليوم خليني عزبة عطول عمري بغلاف كوميدي تابع المشاهد العربي قصة تراجيدية فيها العذاب والكفاح والإصرار ومن ثم النجاح مولد يا دنيا فيلم أخرجه المخرج حسين كمال بالعام 1976 هالفيلم قصته حقيقية كتبها الكاتب الكبير يوسف السباعي مباشرة للسينما من واقع أحداث فرقة البحيرة للفنون الشعبية ومثل ما رواها طبعا صاحب هالفرقة ونجم الفرقة كمال نعيم للمخرج حسين كمال هالفيلم الغنائي الكوميدي لعب الدور البطولي فيه عفاف راضي محمود ياسين عبد المنعم مدبولي وأصبح أحد أشهر الأفلام الاستعراضية العربية أستاذ طرق جديدة في النصب والاحتيال دول تعمل بيهم فرقة نشأة تكسب أكتر دول مجرمين يا فندم دي مش غلطتهم ظروف حياتهم هي السبب ظروف ايه يا سيد عادل ده احنا عملنا المستحيل عشان نصلحهم مفيش فايدة حاولنا نعلمهم ما فلحوش يا فندم التوجيه كان غلط استاذ عادل ما تضيعش وقتك ووقتي وانصحك تبعد عن المجرمين دول ما تجازفش بعملك ومستقبلك الفنانين قال وعاوزين مسرح شوف لهم ملجأ يتويهم ولا عربخانة تلمهم برا يلا يا اولاد
أنا آسف على كل اللي حصل. كنت فاكر إن المسألة سهلة. ما كنتش فاهم إن الواحد لازم يكون مسنود. الفيلم بيحكي قصة شاب ولعب الدور محمود ياسين. هالشاب طموح بيعشق الفن والإبداع وبيسعى إلى النجاح باجتهاد، ولكنه على يقين أنه ما رح يقدر ينجح بمفرده بما أنه هو بحاجة لفريق مدرب. لما اجتمع هالشاب بمجموعة من الشباب الفاشل علميا وأخلاقيا، اضطرتهم ظروف القاسية للانحراف، فاتخذوا من النصب والنشل والبلطجة مصدر رزق. بيبدأ هالشاب بتدريب وبتظهر قدرته على توحيد طاقة هالشباب واستثماره بعمل فني بديع وتحويل من مجموعة بلطجية إلى فرقة مسرحية غنائية. أنا حشيلة من العيد، أنا عمري ما لبست حاجة جديدة. اللي حصلني ينزلني. يا غرامي يا غرامي، الجسم دي بفلوس يا أستاذ. بعد تعبين يا إبراهيم، اتفضل رجع الترابيزة زي ما كان. طيب طيب. إيه اللي أنت عامله ده؟ الجزمة جديدة. يا سلام. خفت تتوسخ، لبست الشراب عليها. بطل تهريج وفوضى. يلا رجع الشنطة مكانك. كل حاجة ترجع مكانها. يا جماعة. يا جماعة كل حاجة ترجع مكانها. عايزين نبتدي حياة جديدة أساسها النظام والأخلاق والحب. الفن جامع، اللي يدخله لازم يتطهر من الحاجات دي. لازم ننسى كل اللي فات ونبتدي حياة جديدة نظيفة شريفة، يعني نقدر نعتبر نفسنا اتولدنا النهاردة من جديد. ريترو ولا مستوصف؟ من هنا ورايح ريشة هيمسك كشف الحضور والانصراف. وهيبقى مشرف على الفرقة كمان. ايه؟ مش عاجبكم ولا ايه؟ طيب ما كنت امشيكوا على التبن ما تلخبطوش، ما بقاش انا ريشة. يلا يا شنكر. على الرغم أنه قصة هالفيلم بسيطة جداً، إلا أنه يلي جعل من هالفيلم واحد من أكثر الأفلام الاستعراضية الناجحة بتاريخ السينما المصرية. أولاً الاستعراضات يلي أخرجها حسين كمال، ثانياً عفاف راضي صاحبة الصوت العذب، ويلي قدمها المخرج حسين كمال للمرة الأولى وكانت المرة الأخيرة بهالفيلم، وثالثاً قدرات الفنان عبد المنعم مدبولي التمثيلية التراجيدية. مدبولي قدم بهالفيلم أحد أجمل وأرق أدواره يلي احتوت على فلسفة ساخرة ومعاني إنسانية عمياء. بمولد يا دنيا كان المخرج حسين كمال بأفضل حالاته بعد مرحلته التجريبية. صحيح أنه العمل كوميدي مسلي بسيط، ولكن بنفس الوقت جمع أهم الأسماء من المخرج إلى الكاتب والممثلين، بالإضافة إلى نخبة من الشعراء
والملحنين المبدعين من مرسي جميل عزيز وكمال الطويل، بليغ حمدي، منير مراد، وعبد الرحيم منصور وغيرهم. شو بدك لبك شو بدك شياطين جاهزين حواليك، شو بدك لبك شو بدك شياطين جاهزين حواليك، أمر يا أمير واطلب يا أمير تلقى المطلوب جاي لك بيطير، ويقول شبك لبك ويقول شبك لبك ويقول شبك ويقول لبك لبك، خادم سلمك في إيديك خادم سلمك في إيديك، شبك لبك شبك لبك لبك محتاج لفلوس باين في عينيك، عفريت الشيطان كنت يا معجون بميه. مريم، قلت انه بهيدا الفيلم كان المخرج حسين كمال بافضل حالاته من بعد مرحلته التجريبيه. نعم. شو قصدت بالمرحله التجريبيه؟ جوال احسان كمال مخرج كان مبدع، وفينا نقول بانه خسرته السينما المصريه الجاده. احسان كمال بافلامه الثلاثه الاولى يلي هن المستحيل، البسطجي، وشاء من الخوف، قدم سينما جديده اثارت اهتمام النقاد، وبشرت هالسينما بظهور مخرج كبير بيقدم سينما هادفه وبتقنيه عاليه، الا انه توقعات النقاد خابت بعد ما حصلت انتكاسه كبيره لها المخرج لما أنهى المرحلة التجريبية بفيلم شيء من الخوف، وأخرج فيلم أبي فوق الشجرة يلي اختار فيه السير بتيار السينما التجارية، واختار أنه يكون مخرج شباك تذاكر على حساب فنه وموهبته، وبدأ يقدم من بعدها أفلام كتيرة ما بتمت أبدا إلى أسلوبه السينمائي المتميز يلي بدأ فيه حياته الفنية. ليش حصل هالتحول بأسلوب حسين كمال السينمائي؟ لأنه كان لازم يختار بين أفلام تجارية من أجل المكسب وبين الأفلام مزبوط. طبعا وبين الأفلام يلي بتقدم رسالة ثقافية، بما أنه من المستحيل الجمع بين اثنين بفيلم واحد. بعد نجاح فيلم أبي فوق الشجرة بشكل بفوق كل التصورات، اتمسك طبعا حسين كمال بما أقدم عليه من تحول شامل بأسلوبه، اختار صناعة أفلام تجارية، أفلام بتستهدف تحقيق أكبر الإيرادات، أفلام ترضي طبعا الجمهور العريض. نعم. مريم، طالما ذهب المخرج حسين كمال بفيلم مولد يا دنيا نحو الأفلام التجارية مثل ما قلت والقصة البسيطة، نعم، ليش هالتعاون بالفيلم مع الكاتب الكبير يوسف السباعي؟ نعم، شوفي جوال، هو نحن لا نزرع الشوك، أي آخر أفلامه التجريبية تعامل حسين كمال مع يوسف السباعي، أنه يرجع يتعامل مع هالكاتب الكبير بالفيلم التجاري الاستعراضي، هو على الأرجح في نوع من الحنين للمرحلة التجريبية اللي كان أنهاها المخرج حسين كمال بعد فيلم نحن لا نزرع الشوك. مشاركة يوسف السباعي بالقصة والسيناريو أعطت وزن للفيلم من حيث الشكل، ولكن من حيث المضمون سيناريو الفيلم ما قدم جديد بتاريخ الأفلام الغنائية المصرية، القصة بسيطة، شخصيات نمطية ومسطحة، والسيناريو كان كتير مليء بالمشاكل بداية من الفكرة حتى النهاية، مرورا بالحبكة والشخصيات وصولا للنهاية. نجاح الفيلم حتما ما بيعود للسيناريو، بيعود للمخرج حسين كمال يلي قدر يجمع بين المواقف الكوميدية والتراجيدية والمغامرات وبين الأغاني الاستعراضية ويربط بيناتهم بشكل مدروس وذكي. كان كتير ذكي، كان يعرف كيف يقدم قصة للجمهور وبنفس الوقت يتعامل مع أهم أسماء تلك الفترة، يعني كان يعرف يعمل النوع من التوازن بأفلام. يمكن مريم مثل كل مخرجي ومبدعي السينما المصرية، صحيح صحيح، أو مثل معظمهم على القليلة تماما عندهم هالخليط. نعم مريم، نحن رح نختم معك بمشهد ومنشوفك نهار التنين. باي. الحلو النبي تبسم.
بتبسم للنبي والنبي تبسم الحلو والنبي تبسم للنبي تبسم 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 ما بكفي التواصل. رمضان صلة. تحت شعار صلة بتطلق جمعية الإرشاد والإصلاح حملتها الخيرية لشهر رمضان المبارك. ضيفنا لليوم خالد طقوش، أهلا وسهلا فيك. شكرا. خالد، حضرتك عضو بالهيئة الإدارية بجمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية. حلوة كتير البرومو يلي شفناها وبتوصل الفكرة مزبوط. كيف بتخطر على بالكم هيك الفكرة وشو بتكون تقولوا من خلالها؟ نعم، بداية بدي عايد الجميع بقدوم شهر رمضان المبارك. مشكلة اجتماعية أو آفة بلشنا نحس فيها بكل المجتمعات، بكل بيت. وسائل التواصل الاجتماعي اللي صارت منتشرة على التابلتس بين إيدين الكبير والصغير بلشت تبعد الصلات. يمكن قوة التواصل، صرنا عم نتواصل أكثر، عم نحكي مع ناس صرنا زمان ما حكينا معهم أو ما عم نحكي معهم بالمطلق حالة، ولكن بالواقع صار الأب ما عم يقدر يقعد مع ابنه، صار الأب ما عم يقدر يقعد مع عائلته، صارت الاجتماع العائلي كل واحد مع بعض بس إن ما في صلة بين بعض. صحيح، كل واحد حامل التليفون تبعه عم يعمل تشات، حتى يمكن قلب البيت عم يعملوا تشات مع بعض. فهيدي الآفة بلشت تخلق عند الناس بعد بالصلات وتنعكس سلبا بدل ما تكون شيء إيجابي. هذا الشيء مش بس بالعائلة، كمان مع الأصدقاء، كمان مع يعني عفوا صرت اذا بدك تعزي شخص صرت بتعزيه على تليفون بدل ما تروح تعزيه شخصيا. صارت المباركات كمان كلها على التليفون او بالضبط او تهنيه كله على التليفون. فبينما الاصل انه لا، لازم تكون الصلات الانسانيه هي صلات مباشره. مزبوط. هي اللي بتخلق نوع من الشعور المتبادل اللي نحن مأمورين فيه أن نصل ما أمر الله به أن يوصل. بس كيف مترجمين هالهدف من خلال رمضان؟ نعم، رمضان موسم، موسم فينا نغير فيه العادات، فينا نغير فيه السلوكيات، لأنه بيجي بوقت بدنا نصوم، بدنا ننقطع عن كل شيء، في عنا حاجات أساسية مثل الأكل والشرب. هذا الأصل أنه نحن نحس مع الفقير بهذا الشهر، وبنفس الوقت هو موسم أنه نحن نغير أي عادة سيئة صارت عنا للأسف متحكمة فينا، متحكمة بحياتنا. هيدا التغيير حبينا انه نواكب هالتغيير بفكرة اجتماعية نعالج فيها هالآفة، وان شاء الله من خلال برامج برمضان اهمها هي فتح باب التطوع، انه
أي إنسان حابب يشارك معنا بأي نشاط من الأنشطة اللي عنا، نحن أبوابنا مفتوحة لحتى الناس تجي تساعد، تتواصل الناس. يعني رمضان مثلا، اجتماع العيلة برمضان هذا لحاله كنز. أنا بحسه فهل اجتماع العيلة كل يوم على الإفطار، ما بقى كل واحد بياكل لحاله وكل، لا لا كلنا سوا بنفس يعني اللحظة. هي عادات حتى يلي بترافق شهر رمضان المبارك هي بتجمع العائلة. صحيح صحيح. نفس الشيء كمان بالجامع بالمساجد برمضان، بتلاقي المساجد مليانة، العالم كلها مجمعة على الصلاة التراويح أو على الصلوات. نفس الشيء بعمل الخير، بتلاقي الناس صارت مقبلة على الفقير، مش والله صوروا يا حرام الله يعين الناس. يعني مزبوط هيك ما بنكون عم نساعده. خالد، نحن بنعرف انه جمعية الارشاد والاصلاح ناشطة كل السنة، كيف بقى بشهر رمضان؟ نعم. والبرنامج اللي بين ايدينا عن جد غني ومكثف، يعني كيف رح تلحقوا تعملوه كله بشهر واحد؟ ما بعرف، فيك تحطنا شوي بتفاصيل البرنامج؟ نعم. انتشار الجمعية الحمد لله على كافة الاراضي اللبنانية ساهم بانه نحن يصير في عنا مجال عمل اكبر، والحمد لله المتطوعين كتار واهل الخير كمان عم يدعموا. في عنا الحصص التموينية اللي هي حصص تتوزع على البيوت، حصص خاصة في بقلبها زيت سكر ملح مثل العادة، هذه عم نحكي بثلاث أربعة آلاف حصة. عنا حصص الجاهزة اللي هي مواد الإفطار الطازج، بتوزع لحمة دجاج سمك مع حبوب بتوزعوا على البيوت كمان. هدول الأشياء اللي بنسمح للناس هي بقلب بيتها تنقل الأكل اللي بدها إياها تقدر تطبخها. بالمقابل في عنا افطارات المسنين اللي هي افطارات بتصير للمسن بقلب بيته، متطوعين من الناس اللي بتجي بتقول انا بدي ساعد، بيروحوا على قلب البيت تبع المسن بياكلوا معه بيقعدوا معه بيحسسوه بفرحه الافطار. في كثير ناس الصله الحقيقيه يمكن اللي عم تحكي عنها بالشعار. يعني بتعرفوا لبنان قديش في ناس عم تتركوا من ناحيه الهجره لانه في اسباب اقتصاديه، كثير من المسنين ما بقى عندهم حدا، ما في حدا يجي بس بدهم صلة تسمعهم كلمة حلوة. وهيك نوع من الناس يلي عن جد منحيهم كثير، بتحس انه بغض النظر عن نوعية الطعام اللي عم يفطروها، هن اكثر بقدروا شخص فرحتهم معه. صح. لو شو ما كانوا بياكلوا يعني. صحيح. كم مسن رح تساعدهم؟ نحن عم نحكي ب 300 افطار للمسنين بقلب البيوت، غير الافطارات الجامعة اللي بتكون جامعة المسنين كلهم سوا. وفي عنا كمان افطارات الفرح اللي هي للأيتام والأطفال المحتاجين. هذه الإفطارات بتركز على فكرة أنه ناخد اليتيم أو المحتاج من قلب بيته يروح يفطر بمركز تسلية، يفطروا بمطاعم في بقلبها نوادي، في بقلبها ألعاب، مدينة ملاهي. وهالسنة إن شاء الله في نية أنه نروح على زيارات سياحية، يعني نطلع بعيد عن برات بيروت لحتى يكونوا عم بيحسوا انه في فرحه بهذا العيد. علما انه نشاطاتكم كمان ما بتقتصر بس على بيروت. صحيح، نحن عم نحكي بانتشار بطرابلس، بعكار، بعرمون، بعرسال، بالبقاع. بس المساعدات اللي رح تكون مكثفه ببيروت اكثر كمان بكل المناطق، خاصه ما ننسى انه في عنا وضع استثنائي حاليا عم نعيش فيه صرنا 3 سنين 4 سنين، اللي هو وضع النزوح السوري. هذا النزوح عم بشكل كمان ضغط من ناحية ضرورة إشعار هدول الناس اللي هن عندهم مشاعر إنسانية إنه فعلا هن موجودين، اللي هن النازحين. أيوه بالضبط، فعندهم حاجات وعم نحاول نأمنها قدر المستطاع. بالأخير القدرات تحصر محدودة. دائما بتشوفوا حجم العوز والمعاناة اللي عم بشوها عم بعشوها النازحين واللبنانيين ايضا. يعني الحمد لله جمعية الارشاد والاصلاح عم تشتغل من سنة 84 بميدان العمل الخيري، بالاضافة للعمل الاجتماعي والعمل الدعوي والعمل التربوي، ولكن لا شك حجم المعاناة عم بيزيد كل سنة بعد سنة. حجم المعاناة بلبنان صار أكبر من قدرات المؤسسات الأهلية والخيرية أنه تساعد. صار في عنا حاجة لتدخل دولي، تدخل أشخاص قادرين يحملوا شوي العبء. في عنا مشاكل، يعني ما فينا نقول بس الحق على الدولة، كمان يعني في حق على الدولة وفي حق على الناس، وفي ناس ما بقى عندها ثقافة العطاء، صار عندها بس ثقافة أنا بدي أنا حقي، بينما أنا واجبة ما حدا بيقولها. لا، نحن واجبنا أنه نقدم لهذا المجتمع، وثقافة الواجب لازم تنتشر بين الناس. واجبنا نتطوع لحتى نساعد. معلش يعني كل واحد برمضان معه شوية وقت فاضي. هل الأيام تتعزز أكثر كمان بشهر رمضان المبارك؟ أكيد أكيد. كنت عم بتقلنا عن البرنامج اللي رح يستمر طيلة الشهر. نعم. الختام بيكون مع مهرجان إن شاء الله، مهرجان بالعيد
ثالث ورابع يوم العيد، ثاني وثالث رابع يوم وثلاث ايام بمنطقة عرمون. هذا المهرجان مفتوح لكل الناس، بيستقبل الأولاد من عمر سنة ونص سنتين ل 15-19 سنة، ألعاب ترفيهية ثقافية، كل شيء، مناهج ممكن نحطها لنوصل المسج الثقافة الاجتماعي اللي بدنا نوصله، حيكون موجود كمان بهذا المهرجان. جمعية الإرشاد والإصلاح مثل ما قلنا فاتحة إيديها لكل الناس، مش بس للتبرع إنما للتطوع، وهذا اللي نحن عم نفتش عليه. الصور اللي عم نشوفهم هنا هدول صور المهرجان السنة الماضية، صحيح، يلي رح يتكرر السنة كمان ختاما. بس جمعية الإرشاد والإصلاح موجودة بمسجد السلطان محمد الفاتح على مارلياس، بمركز حمزة بالكولا اللي هو المسجد الجديد اللي على منطقة الكولا. اللي بحب يتواصل معنا على 01-30-40-25، واللي بحب يزورنا نحن بستقبل إن شاء الله أكيد بطبيعة الحال. خالد نحن بدنا نشكر حضورك معنا، بدنا نتمنى شهر مبارك وصيام مقبول للكل، وان شاء الله عن جد شهر رمضان يكون رب كريم على كل علينا وعليكم وعليك على كل المشاهدين. نحن لهون تبنترك تحكي وبتسكتي معك، بنكون وصلنا. كنت عم بقول لختام حلقتنا الختام مثل العاده مع تقريرنا الرياضي، بكره حلقه جديده على 7:30. باي. قدم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه امبارح مجموعته من الجوائز والتذكارات يلي جمعها على مدار 6 عقود في عالم كرة القدم، والتي سيتم عرضها للبيع بدار مزادات جوليلينز أوكشنز في العاصمة البريطانية لندن بين يومي 7 و9 من يونيو حزيران الجاري. وذكرت صالة المزادات اللندنية أن المجموعة تحمل اسم بيليه المجموعة، وهي تغطي مراحل متنوعة من حياته، بداية من انضمامه لفريق سانتوس البرازيلي عام 1956 حينما كان عمره 15 سنة، وحتى عمله كسفير رياضي وإنساني. أما القطعة الأبرز فهي كأس جوريمييه اللي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لأبطال العالم حتى 1970، والتي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 400,000 إلى 600,000 دولار بحسب بيان صادر عن دار المزادات. وتضم المجموعة 2000 قطعة على الأقل ذات طابع رياضي وثقافي، ومن بين القطع المهمة أيضا تأتي ميداليات مونديالات 1958-62 و1970، والكرة اللي سجل فيها بيليه هدفه رقم 1000، والطقم يلي كان يرتديه حينما لعب في صفوف سانتوس. وقال بيليه اللي حصل على لقب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم: قررت أن يتمكن المشجعون وهواة جمع المقتنيات من الحصول على جزء من تاريخي. يسعى نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنقاذ سمعته وتعويض إخفاقاته السابقة مع المنتخب بالفوز ببطولة كوبا أمريكا المئوية التي ستنطلق اليوم الجمعة في الولايات المتحدة بمشاركة 16 منتخب. ويتطلع نجم برشلونة إلى الفوز بلقب البطولة بعد ما خسر مع راقصي التانجو مباراتين نهائيتين في العامين الماضيين، حيث سقط أمام المنتخب الألماني 0-1 في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، ثم بركلات الترجيح أمام منتخب تشيلي في نهائي كوبا أمريكا 2015 بتشيلي. ويأمر راقصو التانجو هذه المرة في ارتداء ثوب البطولة وخلع عباءة الوصيف، إلا أن المهمة صعبة لوجود عدة منتخبات لديها حلم التتويج باللقب مثل البرازيل ومنتخب تشيلي حامل اللقب ونظيريها الكولومبي والإرجوييني. ويعاني ميسي من إصابة بكدمة في الظهر والضلوع تعرض لها خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني الودية أمام هندوراس الأسبوع الماضي، واضطر ميسي إلى مغادرة معسكر التانجو لأيام قليلة من أجل السفر إلى إسبانيا، حيث مثل أمام المحكمة في قضية تهرب الضريبة، وينتظر عودة اللاعب إلى معسكر الفريق اليوم الجمعة، لكن لم يتضح موعد تعفيه من الإصابة وقدرته على المشاركة في مباريات البطولة بخلاف تأثير المحاكمة على استعداده الذهني والمعنوي للبطولة. وبتضم معظم منتخبات البطولة نجوم بارزين مثل الأورجواياني لويس سواريز والكولومبي خيمس رودريغيز وتشيلي أرتورو فيدال. اضطر المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم إلى تغيير مكان إقامة تدريباته بسبب حادث إطلاق النار يلي وقع في حرم جامعة كاليفورنيا الأمريكية بولاية لوس أنجلوس وأسفر عن مقتل شخصين. وكانت البرازيل تخطط لإنهاء تدريباتها التي تستعد من خلالها لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا المئوية على ملاعب الجامعة الأمريكية التي تعد إحدى المقرات الرسمية المحددة من قبل منظمي بطولة كوبا أمريكا، إلا أن قوات الشرطة قامت بإغلاق الجامعة اللي بتضم 43,000 طالب والتي تقع غرب لوس أنجلوس. ولهذا سيعود المنتخب البرازيلي بقيادة مديره الفني كارلوس دونغا للتدريبات على ملعب ستيب هاب الذي استهل فيه تدريباته عند وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتلعب البرازيل في المجموعة الثانية وتستهل مشوارها في كوبا أمريكا يوم السبت أمام الإكوادور على ملعب روز بول بمدينة باسادينيا.
تفتقد بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2016 المقررة في فرنسا الشهر الجاري عدد كبير من النجوم البارزين، مما سيحرم الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة من متابعتهم خلال فعاليات المسابقة، وسيكون من السهل تكوين فريق قوي يضم كوكب من النجوم يلي رح يتخلفوا عن المشاركة في البطولة التي تقام كل 4 أعوام بعد استبعادهم من القوائم النهائية لمنتخباتهم والتي أعلن الاتحاد الأوروبي للعب يوفا. وتخلو البطولة من عدد لا بأس فيه من أسماء الكبيرة يلي تألقت مع أنديتها في الموسم المنقضي، أما بسبب الإصابة أو لعدم الجاهزية أو لاعتبارات أخرى تتعلق بمدربي الفرق المشاركة في المسابقة. وتسببت الإجراءات القانونية في استبعاد كريم بنزيما هداف فريق ريال مدريد الإسباني من المشاركة مع منتخب فرنسا في البطولة، حيث اتخذ ديدي ديشام مدرب الفريق هذا القرار بناء على اتفاق مسبق مع اتحاد الكرة الفرنسي. وتم إيقاف بنزيما البالغ من العمر 28 سنة عن المشاركة مع المنتخب الفرنسي في شهر كانون أول ديسمبر الماضي على خلفية اتهامه بالتآمر لابتزاز زميله بالفريق ماثيو فابليونا باستخدام شريط جنسي، وهذه البطولة الثانية اللي لن يشارك فيها بنزيما مع المنتخب الفرنسي. وخلت قائمة منتخب فرنسا أيضا من المدافع مامادو ساخو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الذي تم إيقافه بسبب اتهامه بتناول المنشطات، فيما تلقى خط دفاع الفريق ضربة موجعة أخرى بعد إصابة رافائيل فاران وجيريمي ماثيو لاعب ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بالإضافة إلى كورت زوما مدافع تشيلسي الإنجليزي. واستبعد ديشان أيضا اللاعب حاتم بن عرفة جناح نيوكاسل الإنجليزي لأسباب فنية، فيما يفتقد الفريق خدمات النجم المخضرم فرانك ريبيري جناح بايرن ميونخ الألماني اللي اعتزل اللعب دوليا. وصلت لعنة الإصابات مطاردتها لمنتخب فرنسا بعد ما طالت لسانا ديارا لاعب وسط أولمبيك مارسي الفرنسي الذي تعرض لإصابة بالغة اضطرته لعدم إكمال مباراة الفريق الودية أمام الكاميرون قبل ساعات من تقديم القوائم النهائية للمنتخبات إلى اليوفا.